تكون فتحت خير علينا في الداخل والخارج يا فرح. يعني احنا عرضنا لحضراتكم كده مجموعه من الصور لمحطه كهرباء البرولوس زي ما حضراتكم شايفين من شويه، قبلها محطه كهرباء العاصمه الاداريه الجديده، وقبلها كمان محطه كهرباء بني سويف. انجازات عظيمه جدا، كلنا سعداء جدا بيها، لانها ان شاء الله هتكون واحده من الخطوات المهمه جدا نحو تحقيق مزيد من الانجازات في كل المجالات باذن الله. اعتقد كمان مهم يا فرح ان احنا خلينا نشير لشويه ارقام اصدرتها وزاره الكهرباء والطاقه عن محطات الكهرباء التلاتة اللي هيتم افتتاحهم النهاردة ان شاء الله، علشان نبين حجم الانجاز اللي تم بالارقام بقى مش مجرد كلام مرسل. احنا بنتكلم مع حضراتكم عن ثلاث مشروعات في قطاع الكهرباء. الثلاث مشروعات دول عملوا ايه؟ وفروا اكتر من 24,000 فرصة عمل، شابوه، خلال ثلاث سنين، وهي مدة التنفيذ. منهم بقى عمالة مصرية بنسبة 95%، وده مهم جدا. بنتكلم عن عمال اشتغلوا، تخيلوا معايا كده كام ساعة، تخيلوا 145 مليون ساعة في المحطات الثلاثة على مدار الثلاث سنين. حجم إنتاج الكهرباء من المحطات الثلاثة هيوفر إمدادات من الكهرباء لأكثر من 45 مليون مصري. متخيلين الرقم؟ بيمثل كمان 45% زيادة في قدرات الكهرباء في مصر. طيب أعمال الردم بتمثل كام في المية؟ 84% من حجم أهرامات الجيزة الثلاثة. يعني رقم كبير وضخم جدا يا فرح. طيب تفتكروا كمان الخرسانه بقى اللي تم استخدامها في المشروعات بتمثل 85 مره حجم ابو الهول. بتعادل الطاقه اللي هيتم تولدها من المحطات الثلاثه ببني سويف والعاصمه الاداريه الجديده والبرولوس سبع اضعاف، متخيلين؟ سبع اضعاف انتاج السد العالي. والهياكل الحديديه اللي تم استخدامها بالمحطات الثلاثه تخيلوا 11 ضعف وزن برج ايفل. تخيلي يعني هو برج ايفل لوحده. انا اصلا يعني اول مره فكره عقد المقارنات بحجم ابو الهول بالاهرامات الجيزه الثلاثه، يعني المقارنات ضخمه جدا ضخمه جدا، وكمان عشان احنا نعرف نتخيل الحجم. صح يا فرح.